هاتفيا معانا قداسة البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. سلام يا سيدنا. أهلا وسهلا. خالص تعزينا يا سيدنا. خالص تعزينا. ربنا يعزينا كلنا ويعزي الكنيسة ويعزي مصر كلها، يعني الحياة الكل مهزوز من أجل هذا الحادث المؤلم والموجع. وعشان كده يا سيدنا إحنا يعني حبينا إن يعني ناخد كلمة تعزية من سيدنا البابا، كلمة لولاده لشعب الكنيسة من أجل إنه يتعزى ومن أجل إنه يتقوى ويشعر بالسلام والاطمئنان. طبعا إحنا حياتنا كلها في إيد ربنا، هو مانح الحياة وهو اللي بيعطينا العمر، هو اللي بيعطينا أيام حياتنا وسنين حياتنا، وهو أيضا اللي بينهيها. صح النهاية النهاردة في الحادث ده نهاية مؤلمة ومفجعة جدا، وطبعا الفجائية اللي فيها وناس كانت بتصلي في القداس، ويعني ملابسات الحادث كلها، الأمر مؤلم للغاية. لكن نحن أمام الله لما بيحصل حاجة زي كده أمامه، أولا بنشكره على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، وعارفين أن اللي انتقلوا ضحايا النهاردة دول كلهم انتقلوا عنده، وهو سمح بانتقالهم رغم أن فيهم صغار وفيهم كبار وفيهم نساء وفيهم رجال، سمح أنهم يكونوا موجودين عنده النهاردة. وده بيدينا كلنا يعني رسالة بالاستعداد أن الحياة قد تنتهي، زي ما الإنجيل بيقول لنا ما هي حياتكم، إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. طبعا أمام الموقف النهاردة إيماننا في يد الله ضابط الكل، ودي نقطة أحب أحطها قدامنا جميعا، أن الله يضبط كل الأمور ومفيش حاجة. طبعا في أسباب بتيجي قدامنا زي جهاز التكييف أو الجنريتور أو المكان أو أي أسباب أخرى، لكن يد الله وهو ضابط الكل، هو اللي سمح بهذا الأمر. وعارفين أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. أنا طبعا بأقدم التعزية، أحب أذكر لحضرتك أن احنا بنتابع الأمر طبعا من الأول خالص، من أول ما حدث مكتبنا في البطريركية بنتابع الموقف في اتصالات دائمة. أول اتصال ألو؟ أيوة. طب مع قداستك، مع قداستك يا سيدنا. أي. أول اتصال كان من السيد الرئيس بيعزينا، أول اتصال وصل لنا من السيد الرئيس بعبارات طيبة وبعبارات إنسانية كبيرة خالص. طبعا طول النهار اتصالات كثيرة من رؤساء، من رؤساء كنائس، من السيد رئيس مجلس الوزراء، من النائب العام، من عدد من النواب، من رؤساء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، عدد كبير قوي من الوزراء برضو تواصل معنا. طبعا الجهود الكبيرة اللي قامت بها وزارة الصحة ووزارة الداخلية والحماية المدنية، يعني أنا بقدم الشكر للجميع وبكرر وأقول إن إحنا حياتنا كلها في إيد ربنا، هو اللي بيرتب أمورنا وإحنا بنستلهم منه التعزية لنا جميعا. ربنا يعزي كل أسرة ويعزي كل فرد ويعزي كل بيت، وطبعا مصممين بنصلي من أجلهم، ربنا يقومهم بالسلامة يعني. وننظر للحادث كله أنه قضاء الله للإنسان. يعني صلواتك يا قداسة البابا، صلواتك لشعب الكنيسة من أجل يعني أنه يشعر بالسلام ويجتاز هذا الأمر، وخالص التعازي مرة أخرى قداسة البابا توادروس، لأنه بالتأكيد الراعي لما بيفقد جزء من الرعية بيشعر يعني حتى لو يعني مدرك تماما أنه هم في السماء وبيستكملوا الصلاة في السماء، إلا أنه بيشعر برضو كأب بشيء من الأسى. فخالص التعازي قداسة البابا توادروس الثاني. أحب أذكر لحضرتك حاجة مهمة، أولا ربنا سمح أن دول ينتقلوا هم في الكنيسة، دي في حد ذاتها رسالة تعزية لنا كلنا. يعني انتقالهم رغم يعني تنوعهم واختلاف أعمارهم،
لكن ربنا سمح ينتقلوا هم في الكنيسة. برضو دي في حد ذاتها بتعزينا كلنا. ما تنسيش كمان ان احنا في فترة صوم العذراء، في فترة ايام مقدسة. فكل الـ يعني الـ المشاهد ده هي بتدينا تعزية. طبعا ألم الفراق وألم الحادث نفسه وطبيعته بيسبب لنا ألم شديد خالص، يعني كلنا متأثرين، كل البلد متأثرة. عايز أقول لحضرتك إن إحنا جالنا اتصالات من رؤساء دول ورؤساء كنائس، كان لسه بيكلمنا رئيس لبنان الميشيل الرئيس عون بيكلمنا، واتصالات كتيرة وبرقيات وتليفونات ورسائل وحاجات كتيرة خالص بتبين يعني التكاتف الإنساني من الجميع والتأثر بالحادث. وبنحط كل رجعنا في الله، هو صاحب حياتنا من أول إلى آخر. أمين. هو فعلا باين قد إيه كمية التعازي اللي من مختلف دول العالم ومن مختلف الجهات والهيئات سواء مصرية أو في جميع أنحاء العالم بشكل يعني يمكن يكون يعني كثيف جدا المرة دي، يعني في درجة من التكاتف ودرجة من إظهار المحبة ودرجة من إعلاء الإنسانية يعني بنلاحظها في هذه يعني سفارات المشاركة. كتيرة السفارات كتيرة تواصلت معنا وقدمت تعزيها وأصدرت بيانات كنائس كتيرة وطوائف كتيرة. فضيلة الإمام الأكبر برغم أنه في رحلة خارج مصر إلا أنه تواصل ويانا واتصل بينا وقدم لنا التعزية. كل ده بنتقاسم جميعا الألم الشديد. يوم بيبقى الألم بيبقى خفيف بنقدر نتحمله جميعا، لكن يظل الألم ألم. وعايز أقول لحضرتك أن انتقال عدد كبير زي كده زي اللي انتقلوا النهاردة الصبح بيرفع قلبنا للسماء على طول، لأن دول أحبائنا اللي سبقونا على السماء، وليس لنا شيء نصنعه غير أن احنا ننظر للسماء حيث مكانهم وننظر للسماء حيث أن قلبنا يبقى متشعلق في السماء وتكون حياتنا كلها مرضية أمام ربنا، عشان في لحظة واحدة ممكن تنتهي حياة الإنسان. وأنا يعني اسمحي لي أضيف إضافة صغيرة كده، إن في محطات إذاعية أو تلفزيونية أو مواقع بتشيع كلام محبط ومؤلم للغاية، وكل ده خارج عن الحقيقة، كل ده خارج عن الحقيقة، نوع من الشماتة. فأرجو عدم الالتفات للكلام ده كله، والبلد قامت بالواجب كاملا. احنا لسه حالا الرئيس بيوصي الهيئة الهندسية بإعادة يعني ترميم وإعادة إعمار الكنيسة مرة أخرى. يعني ده اتصل بي رئيس الهيئة الهندسية اللواء أركان حرب، اتصل بي وكلمني على طول بعد ما السيد الرئيس كلفه بالمسؤولية ده هي، وكلمني وقال لي احنا عايزين ندخل على طول، وفعلا دخلوا على طول. بس قلت له انتظر لغايه بس ما الجناز يتم، واحنا طلبنا ان الجناز يبقى في اكتر من مكان عشان الالتحام بتاع الناس. وطبعا انا على تواصل مع الاباء الاسافه والاباء الكهنه طول اليوم النهارده. ربنا يعزينا جميعا يعني، ولا نملك الا الصلاه امام الله. قداسه البابا يعني اسمح لي قداستك، يعني ممكن ازاي في المستقبل نتلاشى امور زي دي؟ هل ممكن مثلا يبقى في تجارب اللي هي الحرائق الكاذبة، يعني علشان الناس تعرف ازاي تتعامل مع مثل هذه الامور، او انه يبقى في يعني فرق الكشافة مثلا تبقى دايما بتتابع من وقت الاخر اجهزة التكييف مطفية وما الى ذلك، بحيث ان احنا يعني نراعي في المستقبل انه ما يكونش في اي مخاطر يعني نتعرض لها. طبعا السلامة والامان شيء مهم جدا في اي مؤسسة، أي مؤسسة بتتعامل ويا بشر ويتواجد فيها البشر لساعات زي الكنائس بتحتاج باستمرار مراجعة على كل ما هو أجهزة، كل ما هو كهرباء، كل ما هو قابل للاشتعال، تتعامل في أمور التهوية بتاع المكان. يعني دي مسؤوليات لازم ناخد بالنا منها، يعني لازم كلنا نراعي هذه الأمور. صح ربنا بيسترها علينا كتير وربنا بيسترها على أولاده في كل مكان، لكن حادث زي كده شوفي مقدار الألم اللي عم مصر وعم المنطقة بتاعتنا كلها
بسبب ان احنا لازم ناخد بالنا، لازم نراعي الحاجات ده. هي ما نعتمدش ان الامور اهي شغاله وخلاص، لازم مثلا قدر من الصيانه، مثلا ما نخزنش المواد القابله للاشتعال في اماكن فيها كهرباء. يعني هي احتياطات الحمايه المدنيه لازم نراعيها وبجد، لان دي امور في غايه الاهميه وبتجنبنا مصاعب ومتاعب والامات كتيره خالص. قداسة البابا يعني بالنسبة لأسر يعني الشهداء وأسر المصابين، إذا كان في الكنيسة هتقوم بشيء خاص؟ طبعا طبعا يا ماما، ده من أول لحظة. إحنا بس يعني مش كل حاجة بنعلن عليها، لكن الدولة قامت بدور وبتقوم بدور، والكنيسة طبعا من خلال أسقفية الخدمات هتقوم بدور كبير خالص، ومترتب رتبنا النهاردة ظهرية ويا نيافة الأنبا يوليوس، وهيتواصل مع نيافة الأنبا يوحنا أسقف. هي الكنيسة بتقوم بالدور، بس الشعب بيحب يسمع من قداستك الكلمة اللي تطمنه، يعني أنه يشعر أنه طبعا 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 ده حدث إنساني بالدرجة الأولى، حدث إنساني بالدرجة الأولى، وبتتابعه دقيقة بدقيقة، ومكتبنا تليفوننا احنا ما وقفتش يعني عن التواصل مع كل المسؤولين في كل المستويات، كل المستويات خالص خالص خالص. احنا مدركين طبعا المجهود اللي قداستك بتقوم بيه، لكن مجرد انه إن الشعب بيسمع من قداستك بصوتك انه احنا بنعمل وهنعمل، ده بيديهم احساس بالطمأنينة والسلام. كله قائم، وكلهم اولادنا وبناتنا وشعبنا، والدولة والكنيسة متكاتفين معا، و يعني الحادث ده هو في قلوبنا جميعا، والألم ألم واحد للجميع، لأنه بالدرجة الأولى دي أسر، ودول أبناء وبنات وأسر وكبار وصغيرين، ممكن أي أسرة من أسرنا تتعرض لحاجة مثل كده. بالتأكيد، وإحنا بنضم صوتنا لصوت قداستك يا سيدنا، إنه ما نلتفتش للقنوات المغرضة اللي بتقول أي كلام محبط أو أي رسائل شماتة. بيكفينا إنه أهالي المنطقة كانوا بيطلبوا إنه يبقى فيه يلا نلحق بسرعة نعمل تبرع بالدم، وبيعلنوا عن الناس تروح تتبرع بالدم، ويكفينا الشباب اللي زي محمد يحيى اللي يعني خاطر بحياته وأنقذ عدد كبير لحد ما أصيب وفي المستشفى بيتلقى العلاج. المستشفى أيوة، وأنا متابع الموضوع ده برضو. والحقيقة النواحي الإنسانية ساعتها ما بيقفش قدامها أي عائق، ده إنسان تعرض لخطر كل البشر بيقفوا جنبي، ودي طبيعة الشعب المصري بصفة عامة. ساعتها الإنسان بينسى نفسه ويهمه بس إنقاذ الآخر اللي اتوجد في خطر دون النظر لأي اعتبار آخر. ساعتها بتنتصر الإنسانية. في المواقف ده هي بتبان مشاهد ومشاعر راقية وعالية، وبتبين قد إيه التكاتف المصري موجود في مجتمعنا وفي حياتنا اليومية. مش مجرد الأهالي المكان بس، ده كل المسؤولين بدون استثناء. يعني السيد رئيس مجلس الوزراء وهو بيكلمني قال لي انا نازل رايح اهو، والنهارده كان في حلف اليمين للتعديل الوزاري الجديد، يعني كان في مشغوليه كبيره خالص، وبرغم كده الجميع قايم بدوره في محافظه الجيزه، كل المسؤولين بدون استثناء، الكنيسه طبعا متداخله في كل الخطوات ده هي، ونشكر الله. انا يعني لو 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 يعني قداستك يا سيدنا تقول كلمة تخص أبونا عبد المسيح اللي تنايح اليوم وهو بيصلي القداس، يعني كلمة تعزية لأسرته. هي رسالة كبيرة طبعا، بعزي أسرته وبعزي في انتقال هذا الأب الكاهن، وأنا عارف أنه كان شخص محبوب في وسط خدمته هناك في وسط المنطقة، والمنطقة طبعا كثيفة السكان هناك. بعزي أسرته، بعزي كنيسته، بعزي شعبه، بعزي أحبائه. والرسالة المهمة اللي بتوصل لكل واحد فينا إن خد بالك من نفسك، واعرف إن الحياة هي بخار ممكن ينتهي في لحظات. عشان كده كن دائما مستعد، كن دائما مستعد للسماء، وكن دائما نظرتك للسماء، وخلي دايما قلبك مرفوع في السماء.
وربنا يكمل أيامنا ويدينا دائما والجميع النهاية الصالحة. أنا مش عايزة أسقل على قداستك أكتر من كده، بشكر قداستك جدا، قداسة البابا، ويعني صلواتك لينا والشعب الكنيسة، وخالص تعزينا مرة أخرى. أنا بشكر حضرتك كتير وبشكر القناة، وأرجو أن التعزية والسلام الداخلي يوصل من السيد المسيح لكل فرد من أفراد المصابين وأفراد المنتقدين والمتوفين ولكل أسرة ولينا كلنا، ويحفظ بلادنا ويحفظ كنائسنا من كل شر. شكرا قداسة البابا تودروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اللي حرص على أنه يدي رسالة تعزية ورسالة سلام لشعب الكنيسة من خلال برنامج مساء الخير.